فما صاحبكم بمجنون؟ قال: قد رآه بالأفق المبين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين، والأفق الآفاق اتجاهات السماء، اتجاهات السماء، اتجاه منها يطلق عليه الأفق المبين، أي الأفق الموضح المظهر للأشياء، هو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، فهذا يوضح الأشياء أكثر من غيره. الأفق المبين اتجاه السماء، ناحية طلوع الشمس يوضح الأشياء أكثر من غيره. وهذا التذكير للفت الانتباه إلى أنه لم يحصل التباس للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء رؤيته جبريل، لم تختلط عليه الأمور، لم يختلط عليه ليل بنهار ولا ضوء بظلام، بل يقينا أنه رأى جبريل فقد رآه بالأفق المبين. وذلك لأن أعمال الشياطين تضعف عند الأفق المبين في اتجاهات السماء ناحية طلوع الشمس، تضعف في الضوء، وتقوى أعمال الشياطين والسحرة والتلبيس والتضليل على الناس في الظلام وعند الاختلاط. أما إذا كانت الأمور واضحة جلية فيصعب على السحرة وعلى الشياطين أن تعمل. ولذا قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ففي الضحى تضعف أعمال الشياطين وتضعف أعمال السحرة، أما الليل فيقوى فيه تلبيسهم ويقوى فيه تخويفهم، ومن ثم استعذنا بالله من شر غاسق إذا وقب، والمراد الليل إذا دخل. قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، له 600 جناح. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول أن معنى كلمة ضنين متهم أو كذاب، فرسولنا ليس بمتهم فيما يخبر به عن الله عز وجل، رسولنا ليس بمتهم فيما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على الغيب ببخيل، أي لا يضن بما علمه الله، بل يخبر الناس بكل ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم، من قولك ظن فلان بالشيء، أي بخل به. فالرسول لم يبخل بالعلم الذي آتاه الله إياه. أحيانا تجد طالبا من طلبة العلم تسأله عن مسألة فيظن بها
ويبخل بها حتى يفاجئ الناس بها في ملأ يحظى فيه بشهرة يظن أو يبخل. لكن رسول الله ليس كذلك، بل كل ما هو نافع مما علمه الله إياه يخبر به، لا يظن به ولا يبخل، فمن ثم يزيده الله علما إلى علمه. فكل من بذل علما أورثه الله علما أجل وأفضل، إذ الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.